السلام عليكم مشاهدينا، طيب الله أوقاتكم بكل خير. إليكم الموجز الإخباري الخاص بمؤسسة الشهداء. المدير العام في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي يستقبل عددا من عوائل شهداء الفتوى المباركة، يوجه بحل المشاكل والمعوقات التي تعترض سبل إنجاز ملفاتهم مع عدد من وزارات الدولة ومؤسساتها. المندلاوي تعهد بمواصلة التنسيق مع مؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة لاستحصال حقوق ذوي الشهداء وفق الدستور والقانون النافذ. وفاء للتضحيات الجسام واستفادة ذوي الشهداء من الحقوق، رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي يوجه بتمديد التقديم الإلكتروني للمرة الثالثة على فريضة الحج لعام 2024 لذوي الشهداء ولغاية يوم السبت القادم وفق التعليمات والضوابط المعلنة. مديرية شهداء الديوانية توزع مبالغ البدل النقدي والمنحة العقارية على ذوي الشهداء. مدير المديرية أمين جميل بيّن أنه تم توزيع صكوك البدل النقدي الجزئي والمنحة العقارية على عدد من ذوي الشهداء وبحضور مسؤول شعبة الشؤون المالية، مشيرا إلى أن المديرية مستمرة بالمتابعة لحين استكمال جميع المبالغ ولجميع الشهداء. قسم شهداء الفتوى في مقر مديرية شهداء ذي قار يواصل استقبال عدد من ذوي الشهداء لغرض تحديث بياناتهم. مسؤول القسم كاظم غريب أوضح أن القسم استعد لإكمال المخاطبات الرسمية التي تؤيد صحة الأوراق الرسمية الصادرة من هيئة الحشد حتى يتم المصادقة عليها وليتم صرف المستحقات المالية وإعداد خطة عمل تصب في مصلحة ذوي الشهداء. أخيراً، الشعبة الاجتماعية في مديرية شهداء الكرخة تنظم زيارة لعدد من عوائل الشهداء ضمن الرقعة الجغرافية للاطلاع ميدانياً على أحوالهم وتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجههم. تأتي هذه الزيارات ضمن إطار تقديم واجب الوفاء للعوائل التي قدمت في ذات أكبادها فداءً للوطن. انتهى الموجز، شكراً لكرم المتابعة، في أمان الله.